أعلنت محافظة الأسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان توفر السلع الأساسية خلال الأيام القادمة. أوضحت مديرية التموين بالأسكندرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأسواق وضبط الأوضاع بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة، إضافة إلى التأكد من توفر السلع والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها المختلفة، بحيث يكون معلنا عن أسعارها بوضوح للمواطنين. وقد تم توجيه كافة الأجهزة الرقابية التموينية بضرورة تجديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق. أصناف كثيرة من اللحوم بأسعار كثيرة تنافسية بالنسبة للسوق لو مقارناها بينا وبين السوق، ويمكن الأسعار اللي أقولها دلوقتي والمواطن وهو والمشاهد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا هيقدر يقارن ما بين المنافس وزارة التموين والتجارة الداخلية والأسعار السوق الموجودة. يمكن احنا عندنا طرحين لحم شمبري السوداني ب 285 جنيه، طرحين لحوم ضاني مبردة ب 360 جنيه، طرحين لحوم ضاني مستوردة من مجمدة من أوروجواي ب 335، طرحين لحوم جيبوتي ب 335 أيضا، طرحين لحوم هندي 220، طرحين دواجن محليه وزن الكيلو ب 100 جنيه، طرحين يعني برضو دواجن مجمده مستورده برازيلي وزن الكيلو 135 جنيه، بالاضافه الى موجود الزيوت باصنافها بعبوتها اللتر وال 800 مللي وال 700 مللي، والرز يبدا ب 32 اللي هو المعبأ وانت طالع، الزيوت، الصلصه، السمنه، كل ما يحتاجه المواطن. ويمكن هنا المجمع ده متكامل من كل حاجه. بشتري اللحمه المعتاده ان انا اشتريها على طول من الفرع، لحمه النهارده البلدي المجمدة ب 285، هي النهاردة جودتها كويسة جدا على طول بنشتري منها، وكمان المجمع الاستهلاكي السنة دي موفر عدد كبير جدا من اللحوم اللي نقدر نشتريها أو نختار ما بينها.